ازيكم حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ رجعت معاكم بفيديو جديد، بس المره دي بقى من المطبخ. هنعمل احلى هوت شوكليت ايطالي في البيت، فظيع. مكونات سهله جدا جدا جدا، وحاجات سهله قوي، وبيطلع طعمه تحفه، وكل ده ما بيكملش معاكي 7 8 دقايق. تمام، بس في الاول هتنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك كتير كتير كتير. تعال نشوف مع بعض ايه مكونات الهوت شوكليت. معانا معلقتين سكر كبار، ومعلقة كبيرة من الكاكاو او نسكويك او اي حاجة يكون نوع كاكاو عندنا، وكوبايتين لبن، معلقة نشا كبيرة. طبعا يقولوا ايه النشا في الهوت شوكليت؟ ام عشان ده ايطالي وفي البيت ونوع كده خاص، طعم خاص، فبنحتاج معاه النشا. ورشة معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة فانيليا، بس معلقة شاي مش معلقة من الكبيرة. ومعانا شوكولاتة جالاكسي، بس مش هنستخدمها دلوقتي، لما نحط المكونات ونرفعها على النار هنشوف هنحطها امتى. نقدر انا هنا بستخدم بتاعة اللبن، لبنة جميلة كده عشان تبقى مريحة، فلما يخلص واصبه. في ممكن تستخدمي حلة صغيرة، كل واحد بيستخدم بالطريقة اللي هو عايزها. دلوقتي احنا هنحط المكونات دي كلها مع بعض ونقلبها على البارد، وبعد كده نرفعها على البوتاجاز، بس على حرارة يعني ايه، نوطي خالص على الاخر، ونفضل نقلب عشان النشا، انت عارفين النشا يعني بتكلكع كده وبتبقى تقيلة. فتعال نشوف مع بعض واحنا بنحطه. اول حاجة هحطها هو الحليب، ادي اول كوباية، وادي تاني كوباية. بسم الله، حطيت كده اول كوبايتين، وبعد كده شايفين هنا معلقتين السكر الكبار والكاكاو. مش محتاجين ان انا اقعد احطهم واحدة واحدة، لان هما كده ولا كده هيتخلطوا مع بعض. بصوا، وبرده معانا اهي المعلقه الكبيره من النشا، ورشه الملح الصغيره، ونص معلقه الفانيليا بمعلقه الشاي الصغيره. برده هيتحط، معلش عشان انتوا عارفين النشا بتبقى ماسكه مع بعض. هنزلهم خالص من الطبق وارجع لكم. دلوقتي بقى اهي المكونات كلها مع بعض، هنبتدي نقلبها. بنقلبها على البارد زيها زي القهوه. لحد ما نحس ان هي الحاجة يعني والنشا وكله دب في بعضه، وبعد كده هنرفعها على النار. انا هكمل فيها تقليب دلوقتي وارجع لكم تاني لما ارفعها على نار هادية. دلوقتي بقى انا رفعتها على النار، بس على نار هادية جدا، وافضل برضو اقلب، هفضل احركها طول الوقت عشان النشا بتاعتها يعني ايه ما تتقلش معاها، النشا اللي انا حطيتها. على فكرة دلوقتي انا عملت العيار ده بتاعت فنجانين، كوبايين تيبا. طب اللي عايز اكتر من كوبايتين هيعمل ايه؟ بيزود مثلا على كل كوباية معلقة سكر ونص معلقة كاكاو. تمام، بس نحاول ما يكترش النشا، يعني ممكن لو هتعملي مثلا 4 كوبايات خليها معلقة ونص نشا كبار، بلاش معلقتين كاملين. انا عمالة اقلب، بس هي ممكن الاضاءة مش مبينة قوي، او عشان هو اصلا اهو قربته قوي، عشان هو اصلا الكاكاو غامق يعني عموما. بس الهوت شوكليت تحفه تحفه تحفه، واحلى من الاكياس اللي بنجيبها من بره بمليون مره. تمام، وطعمها هيبقى طعم اكتر، خصوصا انت بتحطي فيها حاجات كتيره. هنستنى عليها كده لما نحس ان اللبن بدا يخش في الغليان، هنحط فيها فلوس لصوص جالاكسي تحفه. هوريكم دلوقتي الجالاكسي. هقفل معاكم دلوقتي واشوفها وصلت لفين، عشان انا مش باصه كويس فيها في الكاميرا، من الكاميرا، واجيب الجالاكسي وارجع لكم. كده هو خلاص دخل في الغليان اهو. هنعمل ايه بقى اول ما نلاقيه دخل في الغليان؟ اهو طالع منه دخان. هنجيب دلوقتي شوكولاته من جالاكسي، وهي احلى حاجه، سواء بقى بالبندق او من غيرها او اي نوع شوكولاته، عشان بس ما تقولوش لازم جالاكسي. تمام، ونقطعها صغير كده مكعبات، ونقوم حاطينها. بعد ما نحطها نعمل ايه؟ هنفضل نقلب برضو كويس، هو اصلا عشان تدوب، وهي اصلا هتدوب مش هتطول عشان اللبن غلى، اللبن بقى سخن. هنفضل نقلب لحد ما تدوب معانا. حلوه قوي 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 قوي، وبالذات بعد ما حطيت شوكولاته جالاكسي اديتها كده ريحه قويه جدا، حلوه قوي، ريحتها فظيعه. الشوكولاته
الشوكولاتة معاها كتير بقى، وحاجة ايه حلاوة. هحط مكوناتها في تحت في صندوق الوصف، تمام، واللي حابب يعملها يجربها وهتبقى جميلة. لو هيعملها يعني فنجانين اللي انا عاملاه دلوقتي، قلت اعمل حاجة كده ايه على قد، صغير على قدنا. طيب لو انا عايز اعمل الضعف، هعمل من كل حاجة من دي قدها مرتين. هو كده خلاص بقت تمام جدا جدا جدا، وما كملش ال10 دقايق او الربع ساعة في تحضيرها. فانا دلوقتي هروح اصبها وارجع لكم واشوفها هنزينها ازاي. دلوقتي هنا بقى صبيته، واصريت ان انا اصبه في فناجين ازاز عشان يبقى شكله باين. شوكولاته تحفه وغامقه جدا من كتر الكاكاو والجلاكسي اللي هي فيها. طيب ممكن نقدمها كده، تمام مفيش مشكله. طب يعني لو عايزين ندي منظر من فوق هنعمل ايه؟ لو عندك كريمه خف تمام قشطه. طب مفيش، لا ما تقوليش هجيب مخصوص وكده، لا مش مستاهله. ممكن تجيبي زي كده كام فص جلاكسي، شوكولاته جلاكسي من الباكو اللي كان عندك، وتبشريه ونبتدي ان احنا نحطه على الكاستين. عندي هيطلعوا تحفه، عفوا الفنجانين هيطلعوا شكلهم حلو قوي. تعالوا نحطهم ونقول لكم شكله بقى النهائي بقى عامل ازاي اهو. وده شكله النهائي بعد ما حطيناه فيه. معلش هي ممكن تكون الاضاءه مش موضحه قوي، بس اهو هو باين كل اللي فوق ده شوكولاته، ولو معاك كريمه خف كان هيبقى قوي جدا. بس انا عملته بالمكونات اللي عندي، وبرده كل واحد يعمله بالمكونات اللي عنده. كده خلص الفيديو، وجربت معاكم الهوت شوكليت الايطالي. جربوه مش هتندموا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك كتير. اشوفكم على خير، باي.